هالدرجة أنت عليك؟ عادي عدتك تخليني عشانها. وين الحب؟ وين الكلام اللي كنت تقوله؟ ما شاء الله جاب الحديقة. ليش أول مرة؟ لا بس ما شاء الله متعدد الهوايات، رياضة، إعلام، زراعة، كل شيء. عبد الله أنت مسوي الحديقة؟ ما شاء الله تينن. شو حتى هني عندك هذا الوان. حياك أنور، حياك. شويت؟ ولا شيء. لا يما ظهج كلامك مو صدق، يعني لو قايلت لي عبد الله كان صدقت، لكن طلال لا مو معقوله. يما ترى طلال زوجي واعرفه عدل، اعرف تصرفاته، احسه حيل منجذب لها. اشكره اصلا يبي يصرفني، اشكره يسوي روحه مشغول. اقول لك شيء؟ يقول لي لا تنطريني على الغداء، بطلع اتغدى ويا انوار، اشكره قطها بوجهي يما. مو يمه المشكلة ان المحامي قاعد يقول في احد لمصلحة بقتل ابوي. انت ما شفتي وجه طلال لما المحامي قال كذي؟ يمه قاعد يطالعني كأنه يقصد ان انا لي علاقة في الموضوع. شنو؟ شو يتهمك في هذا؟ شنو ين؟ يمه ترى انت للحين ما عرفتي شخصية طلال. ترى طلال وايد قوي، يعني يركز يفصفص الشيء. يما أنا وايد خايفة، يعني حسسني كأن أنا وياك لنا مصلحة بوفاة أبوي. أقول يما أنوار حبيبتي خلي عنك الخرابيط هذه، كان ولد عمك طلال كذي تفكيره؟ أي ما عنده سالفة. أنا أقول يمكن يخوفك. ما أدري يما، بس أنا وايد تعبت من هالموضوع. إذا أنت منو تتوقعين إنه يكون له علاقة في وفاة أبوي؟ والله عاد ما أدري، هم اللي عايشين معاه مو إحنا. إذا سمعيني بسألك، أنت في مشكلة بينك وبين أبوي؟ شيء غير عن اللي أنت قلتي لي إياه؟ أنواري ما حبيبتي لا تخلين أحد يلعب براسك،
أنا أدري إن أبوك تارس راسهم، بس مو مهم عندي. المهم أنتي لا تشغلين بالك بهالسوالف. مو هما قاعد يبينوا لي إن في شيء، بس مو راضين إن يقولوا لي إياه. أنتي شنو اللي بتفهمينه؟ يما أنتي مو واثقة فيني؟ مو واثقة بأمك؟ يما شلون أنا ماني واثقة فيك؟ بس هما من طريقة كلامهم قاعد يلمحون إن في شيء بينك وبينه. إيه أنا أدري إيش تقصدين. أبوك موصل لهم صورة شينة عني. هم أساساً ما يواطنوني بعيشة الله، بس أنا بنطر لما الأمور تهدى وبعدين بروح بحط أصابع بعيونهم وبعلمهم إن كل الحكي غلط بغلط. خلاص يما، أنتي هدي نفسك ولا تضيقين خلقك، انسي الموضوع، أكلمك وقت ثاني. باي. يعني يا رحاب افهم من كلامك انك انت ما تدري عن شيء وانك انت راضيه عن اللي قاعد يصير؟ ايش فيك؟ حق بهوله بالموضوع، ترى الموضوع ما يستاهل كل هذا، عادي شيء طبيعي، بس الله يهداها وهج، يعني شويه حساسه زياده عن اللزوم. ها وهج حساسه؟ حطي نفسك بمكانها، شوفي شلون تتصرفين. هي عادي ما فيها شيء، عادي شيء طبيعي تصير مشاكل بين اي ريال وزوجته، عاد مو من اي مشكله تشيل شلائلها وتروح بيت اهلها، ما يصير. لنفترض ان وهج غلطانه. أن يقول إنها هي ما استأذنتكم إن شالت أقراضها وطلعت، يعني والله شلون طلال ما يسأل عنها، ما يأخذ بخاطرها، ما يراضيها؟ هو عمتي. أنت عادني إن أنا عمتك؟ صاير. والله زين يا طلال، تسوي نفسك إنك ما تدري عن شيء. معقولة عادة طلال تسفه وهج ولا تجي تسأل عنها ولا تأخذ بخاطرها؟ عمتي لا سفتها ولا شيء، ايه تدور علي الشارع؟ من يا تنوار؟ ما ادري ايش فيها متغيره. بعدين ايش فيها اذا انا رحت تغديت مع انوار؟ انوار ما هي غريبه، بنت عمي، ايش فيه؟ وهم بعد ما فيها شيء، اذا خذيت بخاطرها وفهمتها بهدوء مثل ما الحين قاعد تحكي. خلاص ولا يهمك، ان شاء الله حاضر. طلال اتصل فيها وخذ بخاطرها، اوكي؟ ان شاء الله. حاضر. بعد اذنكم. إن شاء الله الحين مرتاحة. أنت تدرين أنا راحتي من راحة بنتي وهج. رحاب يسلم عمرك، تسمحي لي أروح أتطمن على أنوار؟ إي عادي، خذي راحتك، البيت بيتك، تفضلي حياتك. مشكورة حبيبتي. السلام عليكم. هلا والله، هلا عمتي، شلونك؟ هلا حبيبي. حبيبتي حياك الله. هلا انوار. بخير، انت شلونك؟ الله يسلمك. حياك الله، تفضلي. حبيبي. نورتي المكان. استريحي. نونة شلونك يا يمه، شو اخبارك؟ الله يسلمك، انتوا شو اخباركم؟ الحمد لله يا يمه، الحمد لله. انوار والله ماني عارفه شو اقول لك، بس يعني انا اسفه جدا اني خليتك تين تقعدين هني. انا ادري انه مو منك، رحاب هي اللي لزمت عليك. لا والله عمتي، بالعكس رحاب يعني ما لزمت ولا شيء، بس غريبه ليش قاعده تسالين؟ يعني ماني حاسه انك مرتاحه ومضايقه. انا والله يا يمه كنت ابيش تين تقعدين عندي بالبيت، انا كنت مخليت لك جناح خاص لك. والله ما تقصرين عمتي وفيك الخير، بس مرتاحة هني والله، مو مقصرين وياي، وبالعكس حاسة ان المكان مكاني. الحمد لله انك انت مرتاحة يا يما، والله كنت انا خايفة من هالسالفة. صدقين بدر ولدي مليت وانا اخطب له. ما بقى بيت ما طقيته، كل يوم يطلع لي بسالفة، هذه عوبة. وهذه جيكرة، وهذه مغرورة، ما نعرف شلون اتفاهم معاها.
ذبحني أنوار وطلابة أنوار وبنت خالي وبنت خالي، السنع والرد والبدل والجمال والذوق وإنسانة شلون تتعامل مع الناس، واي ذاك من ذاك لما الوحدة تعجب بدر وتدخل مزاجه. الله يخلي لك إياها إن شاء الله وتفرحين فيه بعرس إن شاء الله. يسلمك حبيبتي. أقول لك أمك شلونها؟ أمي بخير الحمد لله، توني كنت مكلمتها من شوي. اي عسى ان شاء الله، ان شاء الله دوم بخير. الله يسلمك. ايش تشربين؟ والله يما ابي شيء بارد. اي ان شاء الله. جميله فهد، انت مو قايل لك بالبيت؟ ما قلت، ما ادري ايش فيك تحكى. ما قاعد تحكى. ان شاء الله كنا مو مستانس انك شايفني. شنو عندك شيء؟ لا ما عندي شيء، بس انا متاخر على اخوي الحين، هو داق علي ضروري. اعتذر منك يعني هالمره، انا لازم امشي. يلا على ابني. السلام. فهد الله يخرب بيتك يا فهود. عمتي ولا سلمت سولفي لي بهالموضوع. شو اقول لك يا حبيبتي؟ يعني انا اللي اعرفه ان امك من ذيك السنه هدت الديره وراحت عاشت برا، ولا حد فينا يدري هي وين قاعده اصلا. ونقول حق ابوك يبقى انوار خلها تعيش معانا، خلها تتعرف على عيالنا. مو راضي، ما حد راضي يعطينا وي اصلا. اي ليش ابوي ما كان راضي؟ شنو كان صاير؟ شنو هالخلاف؟ ما ادري يعني، ما ادري شو اقول لك. يعني معقوله امك ما سولفت لك؟ بلا امي قاعده تسولف لي حرام، بس الحكي اللي قاعده تقوله عمتي حكي عادي. يعني انه كان يبي ولد وهي ما جابت له ولد؟ يعني ما ادري، يعني معقوله هي كلش ما فتحت الموضوع ولا قالت لك هذا السبب الرئيسي ولا فيهم شيء؟ لا، عشان كذي انا ابي اعرف منك انت يا عمتي. يما الله يهدك يا انوار، يعني شيء وراح خلاص، ايش حق تشغلين راسك فيه؟ يعني ما ادري يعني ايش اقول لك انا يا يما، انا ما ادري عنهم، مشاكل عاديه وانتهت. المهم تقدرين تاخذيني بالسوالف؟ متى بتزورين عمتك وتجين تاخذين عندها؟ ما علي عمتي، ما اقدر، ان شاء الله الجايات. انوار لا تقعدين تسوي لي مشكوره ما مشكوره، هذا بيت عمتك، لازم تجين تتغدين عندي. ما علي والله ودي، بس عمتي شو اسوي؟ شغل وايد ونخليها وقت ثاني. انوار معقوله يعني الشغل شنو ماخذك كلش؟ شو؟ ايش فيك؟ يعني كم ساعه ما كنت تفضين نفسك بتين تتغدين وتذوقين طباخ عمتك على البتين؟ انا راح اردك، راح اذوق طباختك ان شاء الله. خلاص راح اوركم. وعد. وعد الحرده. يا اخي انا تعبت منك، انت مو من صدقك تدز صوري لها. عرفتني البنت قدام الناس يا اخي. عرفتني مسكتني، استحيت الناس كلهم قاعد يطالعون يقولون شنو. لا مو من صدقك فهد، كلش مو من صدقك. شو اسوي بعد؟ انا بعد توهقت نفسك، دزيت لها صورتك وانعجبت فيني، اقصد بصورتك. اقول لك البنت مسكتني قدام الناس من صدقك انت؟ من كثر ما دز لها صوري. خلاص فهد قلت لك بطل هالسالفه. زين اهدى، ايش فيك انت معصب الحين؟ خلاص اهدى. يقول لي اهدى بعد؟ يا عمي شهد، اقول لك البنت مسكتني قدام الناس، استحيت، ما عرفت شو اسوي. ها تدري شلون؟ انت ماكو فايده وياك، شرها علي انا اللي داق عليك. اسمعني بس خل افهمك الموضوع. هلا طلال. عبيد انت وينك؟ لكن سافرت؟ يا مزرقت اسطنبول، ليش صاير؟ انت هنيت؟ تسافر بدون ما تقول حق احد؟ سالفتك انت؟ بغيت اقول لك بس نسيت. تستعبط على راسي انت؟ تسافر وما تقول حق احد علشان ما تبيني امنعك؟ سكت؟ يعني كلامي عدل؟ عبيد عيب هالحركات، من انت صغير تسافر وتطق ولا تقول حق احد، ما احنا صغار عندك. انا اسف، حقك علي. بتاخذني على قد عقلي؟
بتسكتني وبس؟ عبيد عبد الله ايش فيك ما ترد علي؟ رد ايش فيك ساكت؟ وين رحت؟ هلا طلال قل لي. انا قاعد اكلمك ليش ما ترد علي؟ طلال تكفى مالي خلق شيء خلاص ايش فيك؟ ماشي ماشي يصير خير. متى بترد انت؟ بعد كم يوم ان شاء الله. يصير خير ترد ان شاء الله ويصير خير. يا حي الله مليان تو ما نور البيت. حبيبتي الله يحييك عمتي مشكوره. حبيبتي ايش فيك ما تاكلين؟ لا انا اكلي كذي اكلي خفيف ما اكل بسرعه. يعني شوفك تحوسين بالماعون اذا الاكل ما عاجبك اقوم اسوي لك اكل ثاني. والمشكوره ما تقصرين لا بالعكس يهبل. اه سارة ايش فيك مناشبه البنيه خليها تاكل على راحتها. لا مو عن ابو بدر بس شفتها تحوس بالمعون قلت اذا الاكل ما عاجبها اقوم اسوي لها اكل. منو بدر انا؟ الله يهداك يا ابو بدر. منو هذا بدر وهذا ابو بدر؟ منو غيرك ابو بدر؟ كان زين انوار تجينا كل يوم علشان تدلعيني. هو يحب القشمره دائما كذي يعني ساعات يقطنش قطات يخلينا نفرك من الضحك. عسى الله يخليك لنا يا ابو بدر ويحفظك ان شاء الله وان شاء الله دوم بين عيالك وبيتك ان شاء الله منور ان شاء الله. بدر ولي يسلمك بليز ابي اقعد معك ورا الغداء ابي اعرف كم شغله ضروريه عن الشركه. اي ولا تامرين امر منورتنا اليوم نورك. هو بدر ايش فيك مو مستحي؟ هذه انواري انوار زايرتنا ترى عادي اقعد معاها وسولف شوف شنو تبي وفهمها عادي حبيبي لا تستحي. لا يما مو عن حياوي بس لان ما ابي اضايق ادري فيها انوار شوي تستحي يعني ما ابي اضايق وهي تاكل. خلي البنت على راحتها ايش فيك؟ اسئله وحالتك حاله كنك دريل قاعد يحفر براسها. هو 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 ابو بدر ايش فيك؟ لا اليوم ابوكم مزاجه رايق مستانس زايد عنده الضحك وزايد عنده القطات. الله يحفظك ان شاء الله يا ابو بدر الله يحفظك وخليك لنا. انوار بسالك اي احلى هني ولا اسطنبول؟ ذمتك على سؤال ترى ساعات تسعين اسئله تافهه طحي من عيني يا بنيتي. اكيد اسطنبول احلى الجو الحلو والماء والخضره والسلطه الطيبه. يبا ترى مو كل شيء الماء والخضره والسلطه الطيبه على قولتك اهم شيء الاهل والعزوه وين ما يكونوا موجودين لازم نكون موجودين. هذا انت ماخذه واحد من الاهل شو هذا ايش فيه؟ صوت لك 24 ساعه حتى معامله طيبه ما يعاملك. لا تبي صدق عمي صراحه كلام واحد صح المكان لو شنو ما كان حلو من غير اهل وعزوه يسوى. انا صراحه اتفق مع انوار صدق بعد الواحد من غير اهل وعزوه ليش يعيش؟ ولا إذا على المناظر والوناسة كان كل الديرة مسافرين برا. أكيد يا يمه أكيد وأنوار ما شاء الله عليها ما تقط الحكي وكذي كلامها درر كلها أحكام بس يا يمه وين عاد اللي يفهم هالحكي وين يقدر هالحكي. شو رأيك تجربين ورق العنب؟ وي بس حاسة إني أصلاً شبعت. أنعم الله عليكم. طلال إيش فيك الله يهداك أكلتني بكشوري. إيه اسمعني ما أدري هو ما قال إنه مسافر. يا ربي خلاص إن شاء الله إن شاء الله الحين بتصل. أوكي مع السلامة. استغفر الله العظيم هذا كلام عسل. انت وين 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 ان شاء الله وين رايح؟ ما في حال الشباب معطيني بروح لهم. وبعدين معاك بتجنني ما عندك احساس كل وقتك مع الشباب. شوف عاد مالي خلق اخوك طلال يعصب على اساس ان طلال 24 ساعه قاعد يضحك هو طول عمره كذي نفسيه. ها استحلى وجهك عيب
هذا اخوك العود، شو تحكي انت؟ ما قلت شيء رحاب. زين انت تدري ان عبد الله مسافر؟ لا ما قال لي، بس تدرين عاد احسن له يا معود يخليه يروح يغير جو. هو من ذاك اليوم لما طاح وتعور بالجيم كلش نفسيته صارت مو شيء، حتى بالانستغرام مو قاعد يحط صور. انا اللي باتشر انه ما قاعد يرد علي، منرفزني. يلا على درج، دير بالك على نفسك. ان شاء الله لا تتاخر. اوكي اوكي. أنوار حياتي عاد مو تقاطعينا حبيبتي، بأي وقت تجينا حياك الله، تجينا على غدا على عشاء، حتى أن بقيتي تجينا على الريوق عيوني لك المركبة. تسلم لي عيونك. لا إن شاء الله طباخك حبيت عمتي، على طول بأمركم إن شاء الله. حياك الله يا بعد روحي. أبو بدر سلم عمرك لو سمحت على شبابيك. لو سمحت سكنهم مساكنهم، سكنهم مساكنهم. يلا عاد حبيبي قوم ابيك. حبيبي؟ لا لا لا، امكم اليوم مو طبيعيه. الظاهر الفتوش دخل الحب بقلبها. ايه سلطه، الواحد ياكل سلطه مفيده. ايه سلطه. تفضل. إيه. ايش فيك؟ عسى ما شرب سخنه انت بين وديك الطبيب؟ يا حل السخونه اللي تقذف فيك ما تفج كلامين، مسعود ولا تنني. ايش فيه؟ هيك صاير؟ انت ايش فيك؟ ايش فيك؟ ايش فيك؟ انت فعلا عشان انا اتكلم؟ اي مسعود اي هذه ساره اللي اعرفها، ولا مساع حبيبي ولو سمحت كلام فاضي، هذا براسك شيء وانت براسك شيء. اسمع ايش تبين؟ اسمع اي شر قاضي علي شر ما شر، اسمع الحكي. تروح تاخذ ماريا وهالسعلوه هذه وتدرفون داركم وما ابي اشوف وياكم. ليش عاد تفهميني ليش؟ شو السالفه؟ شنو ليش؟ مالك شغل؟ انت مالك شغل؟ ليش؟ يا ربي انت بس كاظب علي ليش وليش وليش؟ ابي بدر مع انوار يقعدون بريحاتهم يسولفون ياخذون راحتهم. اي ها قاعد تخططين على شيء كبير. كبير ولا صغير؟ مو شغلك. قلت لك بسكات روح اخذ هالسعلوه، لا تخليني اروح انام بمردانها. لا تنامين بمردانها ولا تنام بمردانك، بعدين هذول مو 24 ساعه قاعدين بالشركه، خلي ياخذون راحتهم هناك. وين ياخذون راحتهم؟ دار مدارهم عبيد ويا طليل طول ذيابه ويحمون على فريسه، انت ايش فيك انت؟ خلصني روح تحرك عاد. انا بتحرك مو علشانك، لاني ميت اللي براسك، هذا من مصلحتنا كلنا. وايد 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 تتكلم وايد، هذا الظاهر انت ما تبي تنفذ، انا اعرف شلون اروح ارنجفك. وقفه سمعيني زين، ترى انا هذه قايل لها توخر عنك، حتى لو تطقينها ما تمد ايدها عليك، تدرين انا لو اقول لها هذا تلعب جيديسكو جيديسكو يعني طقه واحده كذي تقصك نصين. ترى انت تبي تربرب زايد على اللزوم وما تبي تنفذ الحكي، انا اروح انفذ. تعالي زين، انت الحين هذه بسحبها انا، وهج شلون؟ مالك شغل في وهج، وهج انا اتصرف معاها، ممكن تروح تنفذ الكلام وتخلصني؟ زين عاد تعتقدين تنفذين علي، انا بروح ترى من طيب نفسي مو عشان انت. خلاص يلا تحرك. لا تعصبين علي اقول لك، يا وبعدين معك انت. بروح بروح خلاص يا. ليش حاسه انه وايد قاعد تخبون عني وايد اشياء عن ابوي؟ يعني انا من حقي اعرف كل شيء، على الاقل من حقي اعرف ليش كان رافض وجودي بحياته.
والله ما ادري ايش اقول لك انوار، يعني انا خالي الله يرحمه كان صندوق اسرار، مثل ما انت شغلات ما تعرفينها انا بعد ترى نفسك ما اعرف عنه. بس طلال يعرف وايد اشياء، وقال لي ان ابوي مأمنه على اكثر من شيء، عشان كذي ما يقدر يقول لي اياه. على فكره طلال يجذب يعني، وانت ما شاء الله عليك ناضجه وتفهمين، انت تعرفين شخصيه طلال عدل؟ عفوا شنو يعني طلال يجذب؟ ما عندي مشكله اقول لك شنو يعني طلال يجذب، بس معلش كم مره ابيك توعديني انه ما يطلع الحكي حق طلال، مو عشان شيء ترى انا مو خايف منه، بس ما بيفكر ويحط بباله ان انا متحامل عليه او ابي منه شيء. وليش راح يفكر كذي؟ صدقنا طلال ولد خالي نسيبي، بس لا تنسين ان موقفه كان سلبي اتجاه تفنيش والدي من الشركه. شوف بدر، بقول لك اياها من الاخر، الكلام اللي راح تقول اياه اوعدك وعد انه راح يتم بيني وبينك بس. حلو. شوف يا نور، في شيء لازم تعرفينه، صدقنا طلال كان اقرب واحد لابوك الله يرحمه، بس هذا اللي كان بيوصله، بالنهايه ابوك ما كان يحب يتقرب مو اكثر. قصدك يعني ان طلال انسان وصولي؟ مو لهالدرجه هذه، بس هو كان يحاول يبين انه هو قريب وانه هو الكل بالكل في الشركه، وهذا الكلام مثل ما قلت لك مو صح. فهمني أكثر. ركزي معي نور، ببساطة لو كان خالي يثق في طلال كان مسكه على الأقل منصب من مناصب الشركة المهمة، يعني مثلا أنا المدير الإداري للشركة، عبد الله ماسك قسم الإعلام، طلال فحط علشان يمسك المدير المالي ومع ذلك خالي ما خلاه، وكان هو يراقب الإدارة المالية بنفسه. وليش أبوي ما خلى المدير المالي؟ يبي له تفكير هذه، أولا لأنه ما كان يثق فيه، ثانيا لأن طلال أصلا ما عنده شهادة نفسنا. كلامك غريب، يعني أنا اللي فهمت أن طلال هو أقرب شخص حق أبوي، هو أكثر واحد عنده صلاحيات بالشركة. لا لا مو صح، هذا اللي هو يوصل لك، بس هذا الكلام مو صحيح. مشكور وايد أنك قلت لك هالمعلومات. ولو أنا ما سويت يعني للواجب مثل ما يقولون، وأنا كنت بس ببين لك طلال شنو بالضبط. واحد فينا اشكره تبي انهم يقعدون بروحهم. يا عادي عادي، لازم يقعدون بروحهم علشان يتفاهمون. عيل تبينا اخلي عبيد ياخذها من بدير؟ لا والله انا يخوفي طلال اللي ياخذها من عبيد. بس بس سكتي سكتي سكتي، خلينا نسمع. يما ترى فشله اللي قاعد يصير، ترى البنيه فاهمه، انت عبالك البنيه غبيه. لا عادي خليها تفهم، خليها تعرف اني انا قاعده اضبط حق ولدي، يعني ما يصير اضبط حق ولدي. واي فشلتوني الحين انتي، وقبل شوي ابوي يا صويه قدامها. عادي مو قريب على ابوك. ها وهج
كنا مو عاجبك الكلام اللي قلته عن طلاله. استغفر الله. ولا راضي عن اللي قلته. يبا مو كذي القصد، بس ما كان له داعي تفتح الموضوع. لا داعي، لازم انوار تعرف طلاله النذل هذا على حقيقته، لازم تعرف ان هذا نيس. لا حول ولا قوة الا بالله، يبا هذا زوجي مهما كان زوجي. وانا ابوك يرضيك اللي سواه فيني؟ لا طبعا ما يرضيني. ارضى عليك ولا ارضى عليه؟ ما ترضين عليه؟ اللي يسمعها يقول كلش الحين قاعد يعاملها يد هينة لا تنكتين، حايفه حوف من سفره لسفره ويعيب لها كل شيء، مو كنا 24 ساعه يسوطر فيها ولا يعاملها مثل الاوادم. ذلفي زين ذلفي. طب عدل معاك، يعني كل ما تجينا وهج لازم تسمعها الكلام هذا؟ طبعا لازم، شلون عيل؟ لازم تعرف هذه انوار، تعرف طلعوه على حقيقته، لازم تعرف ان هذا الانسان ما يتعاشر. يعني انت ما ترتاح لما بنتك تطلق؟ كان زين الله يسمع منك. انا لو بيدي كان ودي اطلقها اليوم قبل باكر. ليش بنتك تتطلق يا عيني؟ طلق هالخدم اللي حاطهم على قلبي. مو شغلك الخدم هذولا غير، وبنتي انا غير، على الاقل انا قاعد اعاملهم زين. عملة بشر مو هذه قاعد يكوفنها كل يوم 24 ساعه. كل انت بس روح روح. ايش قاعد تطلعين انت؟ مو شغلك. أنا بين نارين بصراحة، ماني عارفة أصف ويا منو، أصف وياك ولا أصف مع أبوي. والله عاد شكلك بتفلسين منا إحنا الاثنين. أنتي واقفة بالنص، لازم تختارين، لازم يكون عندك هدف. يا أنا يا أبوك. مو المشكلة أنا ما أدري منو فيكم على حق علشان أصف معاه. حق؟ شو قصدك يعني وهج؟ يعني أبوك هو اللي على حق ومظلوم وأنا اللي ظالم، هذا اللي بتصلي له؟ طلال طلال. لا تلومني، انا كل ما اسولف في واحد فيكم يحس نفسي على حق، انا ماني عارفه من الظالم ومن المظلوم. وهج وهج، هذه مشكلتك انتي، انتي اللي لازم تميزين بين الصح والغلط. شلون؟ شلون كل واحد جايب لي دليل وكل واحد بكلامه مو واضح، شنو اسوي انا؟ احترت بينكم. ترى عورتي راسي، مالي خلق، طلعي برا بيني وبينك.